ونوعيه الاجراءات اللي بتتخذ لتنشيط السياحه. وكنت بسال قبل الفاصل المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني بخصوص بعد رفع الحظر من عدد من الدول الاوروبيه، ايه مردود ده؟ ايه اللي لمستوه من نتائج او مكاسب اتحققت على الارض؟ لا والله يعني الحمد لله فعلا كان هناك في ايجابيه وانتعاش في الحركه بعد رفع بعض الدول الاوروبيه للحظر، طبعا نتيجه المجهودات اللي قامت بها وزاره الخارجيه والسيد وزير السياحه. واحنا برضو كان على اتصال معظم السفراء الدول الاوروبيه، يمكن قابلتهم برضو ولاقناعهم والاقنع اكتر واكتر، يعني حاجتين رئيسيين فعلا، استقرار الشارع والخطوات الايجابيه نحو الديمقراطيه اللي هي الدستور وانتهاء لجنه العشرة والمناقشه بتاعت لجنه 50 واستقرار الاقتصاد. وبقول تاني ان يعني المصريين هم القادرون على اجبار العالم كله انه يحترمهم وان هو يجي بلدهم يعني. ان شاء الله. فبالتالي كل الاجراءات ديت فعلا كان مردودها ان بعض الدول او معظم الدول كانت فرض الحظر، الحمد لله رفعت الحظر، واخيرا يمكن امس اليابان، وده كانت برضه تعتبر مصدر كبير للسياحه الثقافيه في الاقصر بالذات. نتيجه كده طبعا الحمد لله، يمكن كنت انا في زياره مع السيد رئيس الوزراء لشرم الشيخ يوم الجمعه الماضي، ده كان في العيد. وبعد كده رحت برضه الغردقه. يمكن دي بتشغيل في النادي هناك وصلت الحمد لله الى 80%، بتبص على الحال هناك وبرضه يعني بتطمن. طبعا وبرضه ارسال يعني كرساله للعالم ان هذه الاماكن الحمد لله امنه، وان يعني الرسميين في الدوله رئيس الوزراء او الوزراء بيروحوا هذا المكان، ففيش حد طبعا هيروح مكان هو مش امن على حياته فيه يعني. وبرضه الوقوف على مطالب هذه المدن السياحيه من اي وزاره يعني. كان في مصريين كتير قوي في طبعا الحمد لله، وده طبعا شيء وكنا بالنادي بده انه يعني دعموا السياحه الداخليه، وانتوا كمان طمنوا السياح، ما هم لما يلاقوا اهل البلد موجودين يبقى ما فيش خوف. فانا عايزه هنا اتكلم على ايه اجراءاتكم بقى لتنشيط السياحه برضو الداخليه، هي لا غنى عنها في الوقت الحالي، مع طبعا اكيد عايزين السياحه دي اكبر مورد لينا واكبر مصدر دخل القوم. تمام. برضو مش عايز افوت المناسبه ديت بدون اوجه الشكر للشعب المصري فعلا على تجاوبه وتضامنه مع يعني ابنائه وزملائه في مجال السياحه و يعني قضاء الاجازات والسفر الى شرم الشيخ والغردقه في الوقت اللي احنا فعلا رفعنا فيه او اطلقنا فيه المبادره مع السيد وزير السياحه ووزاره السياحه ان احنا بنقدم باكج مخفضه، تذكره طياره ب 50% وغرف سياحيه ب 50%، وده نتيجته فعلا الحمد لله حصل فيه اشغال عالي جدا جدا في الفنادق. العرض ده هيفضل لغايه امتى؟ والله العرض ده كده؟ لا هو كان فتره العيد كان توقف بناء برضو على طلب من الساده اصحاب المنشات السياحيه، لان كان بدات فعلا الحظر الدول يترفع وبدات في سياحه اجنبيه تصل الى هذه الاماكن، انما ان شاء الله مع طب معلش يعني وعشان كده نغلي على المصريين تاني؟ لا مش نغلي، هي اساسا بقول لحضرتك بنعملها دعم للعاملين في هذه المنشآت، لان كان البديل ايه؟ ان اصحاب المنشآت السياحيه يا اما يقفلوا ويستغنوا عن العماله او بيقللوا ايه مرتباتهم. فطبعا ده قطاع كبير جدا، قطاع السياحه فيه حوالي يمكن 400,000 عامل يعني موظف كتير جدا، فطبعا واجبنا احنا كمصريين جميعا ان احنا نساند هذا القطاع الحيوي ونساند العاملين فيه الى ان شاء الله ربنا يعني يفك هذه الازمه والغمه، لان فعلا انا كنت متاكد ان شاء الله ربنا هيهدي الامور والسياحه هترجع كما كانت، لان فعلا ما حدث في مصر هي